كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقبل عرف فاطمة. الله، فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، كانت إذا أقبلت قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلها في جبينها، هذا يسمى عرف، الذي هو أعلى الجبهة، أعلى الجبهة، هذه الجبهة، هذا أعلى الجبهة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت قام في وجهها وقبلها في رأسها، كان يحبها حبا جما، كان يقول هي بضعة مني صلى الله عليه وسلم، يكفيها أنها سيدة نساء العالمين رضي الله عنها. نعم.